لكل محبي السينما رح نروح نعمل هيك شغله صغيره بصالات العرض بالسينما مع غيدا لنشوف اخر الافلام. He's going to destroy the world. جديد بالصلاة الفيلم المثير للجدل واللي تم منعه بعدد من الدول نوا عن قصة النبي نوح بطولة راسل كرو جينيفر كونيلي أنتوني هوبكنز وأما واتسون والكتابة والإخراج لدارين أرونوفسكي. As long as I can remember, I've wanted to sing. والبيوغرافي One Chance عن شخص كان كتير خجول ومش سعيد وبتنقلب حياته بعد مشاركته ببرنامج Britain's Got Talent مع جيمس كوردن. Broken four ribs and dislocated your pelvis. فيلم الأكشن والجرائم سابوتاج عن كارتيل المخدرات مع أرنولد شوارزنيجر، سام وورثينغتون وتيرنس هاوارد. من كم يوم حضرت موفي نوا نوح وكتير حلو عن جد، أنا بنصحكم إنكم تروحوا تحضروا لأنه من أحلى الأفلام وأحلى الإخراج. رح نروح لعند الشيف شادي بأول فقرة من رشة ملح ونشوف شو محضرنا لليوم. أحبائي صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم معنا. هلا 10 دقايق حلوين بعقده تنعمل فيهم كذا شغلة أو حتى نبتدي بكذا شغلة. أول شغلة رح أبتدي فيها وكمان هلا أيضا الأسبوع أسبوع الألام وأسبوع كمان التحضيرات لعيد كمان الفصح المجيد، شو عنا أكثر شيء؟ عم نروح على البيض وعم نلون البيض، وكارلا امبارح حكيت عن البيض وحكيوا كيف لازم نحط نحن كمان الملح ولازم نحط شوية خل بقلب المي ونلون البيض بألوان كمان طبيعية. بس أهم شغلة أهم شغلة بالنسبة للتلوين صرتوا تعرفوه، فيكم تستعملوا كمان تلوين اصطناعي فينا، أوكي؟ بس أهم شغلة ما نسلق البيضة أكثر من 8 دقايق بالمي المغلية، يعني المي عم تغلي شوية خل وشوية ملح بقلب المي إذا بدنا، هيك كمان بيحافظ أو بيخلي الملح يشرب الكولور أو اللون أكثر، يعني البيضة بس تحطوا ملح بقلب المي البيضة بتشرب اللون أكثر يا شيف شادي من إنكم ما تحطوا ملح. فهمنا الموضوع؟ بس أهم شغلة كيف بدنا نسلق البيضة بطريقة كمان جيدة وحلوة، شو بنعمل؟ أنا عندي مي أنا هون عم تغلي، حاطط فيها كمان شوية خل وكمان شوية ملح، طلعوا كيف أنا باخد البيض بهالطريقة هيك وبنجي بننزل نحنا البيض شوي شوي بقلب كمان هالمي بطريقة كمان ها شوي شوي ومننزلهم وبرجع أنا هون. أكيد مش عم بسلقهم كرمال نحنا هلأ كرمال باك، أنا عم بسلقهم كرمال أعمل اليوم خلطة حلوة كتير. اجي احشي البيض صفار البيض، كيف يعني يا شيف شادي؟ اوكي بدنا نسلق البيضه، هلا المي بلشت تغلي، 8 دقائق على القد، هيك بنحافظ على صفار البيض، يكون عندنا الصفار بياض، ما يكون عندنا صفار زيح اسود بياض، لانه كل ما نسلق البيضه زياده، كل ما فقدت من القيمه الغذائيه اللي بقلبها، وكل ما بلش يسود ويعمل زيح اسود بين الصفار والبياض. هلا شو بدي اعمل انا؟ راح اجي اسلق البيض. بردن للبيض، شيل الصفار، اخلط الصفار بخلطه كتير حلوه ونرجع نعبي بياض البيض، هيك كمان فينا نعمل مثل ابيتايزر او نوع من المقبلات حلوين من البيض اللي بيبقى عندنا على عيد الكبير او باي نهار جاي على بالنا ناكل بيض مسلوق. واو انتهينا من هذا الموضوع، انتقل على موضوع تاني. وصفه كمان بامتياز شو فينا نقلها؟ صيامي. ننتقل. واحد بدنا نعمل سلطة فاصوليا بيضة، وفينا نعمل هيدي السلطة كمان فول، فينا نعملها كمان فاصوليا حمراء، فينا نعملها حمص، فينا نعملها عدس، نفس السلطة فينا نعملها بأي نوع من الحبوب ولا أهي من هيك. خلينا نبلش سوا أول شيء بالصلصة بعدين ننتقل شو بدنا نحط بقلب هالسلاد اللي بدنا نشتغل فيها. واحد رح بلش أنا أحط كمان من الخردل، رح أجي أخذ كمان حامضة ونجي نعصر الحامضة طريقة كمان حلوة، طلعوا كمان كيف هون عنا كمان المعصرة، ده كان حامض وعم نعمل سلطة موتارد أو صلصة موتارد، يعني السلطة مع صلصة الموتارد أو الماسترد، طلعوا كمان شو حلوة هيك. وبجي أنا يلا يا شيف شادي منجيب هالفوة الصغيرة اللي عنا
ومنبلش. أول شيء بنحط الحامض وين؟ فوق الخردل. بنحرك. إذا جاي على بالنا نضيف توم منضيف توم، وإلا يلي ما بيحب طعمة التوم تكون قوية فينا كمان نستعمل بودرة التوم. اطلعوا شو حلوة البودرة هيك، ما حدا بيحس علينا إنه حطينا توم بقلب كمان صلصة السلاد اللي عم نعملها. ومنروح على زيت الزيتون. طلعوا شو حلو هلا هيك. وانا رح اعمل شغلة رح تحبوها كتير كمان بس تستعملوها وبس تعملوها، بس فيكم ما تقولوا لحدا شو عملتوا، وهي ناخد شوي صغيرة من مي الورد، بس ما تقولوا لحدا ايه، مننقص هيك. طلعوا شوفوا كيف شوي صغيرة، يعني قديش نقطتين ثلاثة بقلب هالصلصة تعطينا طعم هائل جدا. وهيدي الشغله فيكم تعملوها بكثير من الصلصات اللي بتعملوها بالبيت من دون ما حدا يعرف شو الطعم الحلوه، شو حطينا ما بعرف. تفهم علي كيف يعني هالقصص كلها سوا. يلا نحن هون صار عندنا هالصلصه جاهزه، رح نمسح كمان قدامنا هون هيك بهالطريقه الحلوه، ورح نروح نبلش. انا بدي احط هون انا من الفاصوليا البيضاء، فيكم تجيبوها كمان معلبه مثل ما انا عملته، فيكم تجيبوا الفاصوليا البيضاء شو اسمه بسموها بان دي اسبانيا او الفاصوليا الاسبانيه، اوكي؟ او الفاجولي دي اسبانيا. بدي اقول شغله انه فينا ننقعها قبل بنهار، ثاني نهار نسلقها، وفينا نجيبها كمان جاهزه مثل ما جبتها انا. ومنبلش بصل اخضر، طلعوا كيف. وما ننسى انه صرنا هلا كمان ثلاث دقائق على البيض، وبعد خمس دقائق رح نصفيهم. هيدا بصل اخضر، طلعوا كيف. وبجي لهون انا على البصل العادي، لكن بصل اخضر بصل عادي، بنروح على اي نوع من الكبيس من دون اي مشكله. هلا بتشوفوا كيف رح اعطيكم افكار كثيره بالنسبه للسلادات كمان هلا على العيد. لو هون الخيار المكبوس الحلو، لكن صار عندي خيار مكبوس او مقتي او لفت او زيتون فينا نحط، اوكي؟ بصل اخضر او بصل عادي. وهون حطينا كل شيء يا شيف شادي. ومنروح هلا ناخذ الفكره من الفتوش، كم ورقه من النعنع بقلبها، ناخذ الفكره كمان من الفتوش، ومنروح على البقله الموجوده عندي كمان بالصحن، ناخذ الفكره كمان من الفتوش، لان الفتوش اسم الله عليه، اوكي، مليان خضره، في اكثر من 12 نوع من الخضره. ومنروح كمان على اوراق من البقدونس، طلعوا شو حلوين هيك، بيصير كمان عندنا هالمزيج الحلو. وبجي انا بنحط هالصلصه عليهم، واو يا شيف شادي بالطريقه هيك. وبجي انا ملعقتين جاهزين قدامي وبخلط، واو. طلعوا هون، هلا بتقولوا لي انه ناقص يا شيف شادي هون لون احمر. طيب اللون الاحمر فينا نروح على الفتوش ونجيب منه شويه فجل ونحطهم بقلبهم. نروح على الفتوش، ليش عم بقول كثير فتوش؟ لانه كثير عم ناكل فتوش بايامنا هيدي، خاصه كمان بشهر الصيام. بتعرفوا كمان الفتوش باشهر الصيام كلها، وخاصه كمان بشهر رمضان الكريم، كيف بناكل كل يوم فتوش. مشان هيك عم علقهم ببعضهم، مشان ما نضل دائما على الفتوش، نروح شوي صغيره على انواع ثانيه واصناف ثانيه. لكن الفاصوليا فينا نحط فيها لون احمر، البتكونيه، برجع بعيد، جزر ممكن كمان يصلح، بندوره، اي انواع. وممكن كمان نروح على الفجل. وبجي انا هون يا شيف شادي، طلعوا كيف، رح اجي اعملها بهالطريقه هيك. طلعوا الجمال على البقله، وانا بدي روح على لون احمر. اللون الاحمر اللي انا رح روح عليه اليوم او رح حطه، انتم مش متعودين عليه كثير بالسلادات، اوكي؟ بس هذا مش معناتها اذا مش متعودين عليه بالسلاد نحن ما لازم نستعمله، او نحن الشيفيه ما لازم نعطي فكره انه فينا نستعمله بكل انواع السلاد. كرز هلا مش الموسم، بس الموسم اذا كان الموسم بنحط كرز، كم حبه كرز بقلمون بنكون شايلين منهم البذر. بس كونه ما في كرز نحن هلا طازع عنا، شو عملنا؟ جبنا كرز المجفف. يلا يا شيف شادي على الكرز المجفف، طلعوا شو حلوين هالحبوب الكرز الحلوين على السلطه بهالطريقه. ويلا باخد انا من البقدونس وبنحطها على وجهها. بعتقد سلاد بتطوش بتعقد، هلا بنضبضب كل شيء نحن كمان هون. وهلا عندي فكرتين. اول شيء عملنا الفاصوليا يا شيف شهادي، طيب كيف هلا؟ البيض عم ينسلق وحكينا عنه،
والفاصوليا صارت كمان جاهزة، الفاصوليا البيضاء اوكي. طيب عندك هند بيبك تعملهم مع البيض، اي متى بنعملهم؟ بعدين. والهند بي مع البصل والسماق يلا بنعملهم بعدين. اه هلا تعالوا نعمل شغله، نخلط مع بعضنا مقادير المعمول، لانه اليوم بدنا نوصل فكره عن موضوع المعمول. معنا دقيقتين قبل ما نرجع لعند رولا، فشو رح نعمل؟ فكره المعمول يلا. واو يا شيف شادي، تذكروا دائما بعدين رح تكتبوا الوصفه، كل 500 جرام من السميد الخشن بدنا 500 جرام من السميد الناعم. يا سلام، هلا فينا يا شيف شادي مره عيطي وصفات تكون اقل فينا، بس نص بنص بيعطونا نتيجه بتعقد بالمعمول، بفتفت وبيكمش على بعضه. اللي بفتفت هو السميد الخشن، ويلي بيكمش هو السميد الناعم. يعني انا هون فيني روح، انا ما رح اعمل ثلاث اكواب وثلاث اكواب اللي بيطلعوا نص كيلو بنص كيلو، رح اعمل كوب واحد. انا هيدا كوب واحد انا عندي هون من السميد الناعم، طلعوا فيني مزبوط. وهون كمان انا عندي كوب واحد من السميد الخشن، السميد الناعم، كمان السيمولينا العادية، صار عندي كوب بكوب. هلا بنروح على السكر الناعم، إذا كوب بكوب بدنا حوالي 4-5 ملاعق من السكر الناعم، طلع 1-2-3 وهيدي 4 ملاعق. وبنروح ليش سكر ناعم يا شيف شادي؟ إذا حطينا سكر خشن نحن وعم ناكل المعمولة ممكن الحبوب تبعولن هيك نحس فيهم، لأنه المعمول بقلب الفرن ما بيضل وقت طويل تيدوب السكر على الاخر، اوكي؟ وهلا بنروح كمان على حليب البودره، ملعقه وحده، طلعوا كيف؟ ولنص كيلو من السميد الناعم ونص كيلو من السميد الخشن بدهم حوالي يعني ثلاث اكواب، ثلاث اكواب بدهم يا شيف شادي كوبين من السمن الدايبه السخنه شوي. اما هون انا شو بدي اعمل؟ اكيد لانه حطيت كوب واحد، اللي راح اعمله هو راح احط انا ثلاث ارباع الكوب من السمنه، طلعوا كيف؟ راح اجي انا لهون، طلعوا هيدي هي السمنه هون، وهيدي هون 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 هيك هيك. هذا الكوب وهيدا ثلاث ارباع الكوب من السمنه. هلا شو بعمل؟ بعجنهم مع بعضهم، بعجنهم مع بعضهم. نرجع لعند كرولا بعد؟ صرنا لازم نرجع عند رولا؟ شو رايكم؟ اوكي بس قبل ما نرجع لعند رولا، هلا بخلطهم مع بعضهم وبس ترجعوا لعندي بخبركم شو بدنا نعمل كمان وكيف بدنا نكفي هالخلطه المعمول. رولا لعندك. حلو كثير، بعدين في حدا رح يساعدك بتصور بالمعمول بالخلطه، لانه كمان كارلا صارت واصله معنا بخفيف نضيف لنحكي كمان عن المعمول، اكيد حتقلكم ما في زبده ما في سمنه ما في كل هول، ان شاء الله لا، بس انه على كل حال فاصل علينا وبنرجع لكم.